السلام عليكم اصدقائي معكم من قناه اسهل واسرع الوصفات النهارده معانا افكار جميله جدا لتحليه سهله وسريعه بعيش التوست سهله جدا وبسيطه وسريعه تعجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل يوم افكارنا الجديده وصفاتنا السهله والسريعه ونبتدي مع بعض اول وصفه اول وصفه معانا هنا سهله جدا وبسيطه وسريعه ولذيذه تحفه جدا هتعجبكم زي ما انتو شايفين هنجيب التوست بتاعنا هنقطع الاطراف بتاعته بالشكل ده كده زي ما انتو شايفين وبعد كده هنفرده كويس بالنشابة بالشكل ده كده بعد كده هندينه بقى اي نوع من المربى المتاحة عندكم وطبعا ايه تقدروا تدهنوا ايه النوتيلا الشوكولاتة ايه زي ما أنتوا حابين يعني والمربى اي نوع متاح عندكم تقدروا تدهنوا بيها وبعد كده هتلفوها بالشكل ده كده في طبق بقى هتضيفوا بالطين وشوية من الحليب وشوية من الفانيليا وتخلطي كويس جدا جدا بالشكل ده كده بعد ما تخلصي كمية التوست اللي هتعمليها وهتلفيها كويس بالشكل ده على شكل رول هتغطيها بالخليط البيض بالشكل ده كده بعد كده في طاسه على نار متوسطه هتدهنيها قطعه من الزبده وتبداي تضيفي التوست بتاعنا بعد ما غطيناه بخليط البيض والحليب هتحمريه على كل الاجنب بتاعته بالشكل ده كده وهتنزلي بقى ايه تغطيه بالسكر ممكن تضيفي مع السكر قرفة او شوكولاتة بودر او جوز الهند مع السكر وتقدميه تحفة جدا جدا جربوها الوصفة التانية برضو هناخد التوست هنشيل الاطراف بتاعته بالشكل ده كده برضو تمام وهتفرديه برضو بالنشابة شوية وهتغطيه بالشوكولاتة النوتيلا اي نوع شوكولاتة موجود عندك بتغطي بها بالشكل ده كده هتضيفي بقى ممكن تضيفي شوكولاتة بيضة او المارشميلو قطع من المارشميلو الحشوة على ذوقك وعلى اختيارك دي كلها افكار وتقدري تعملي زيها بعد كده هتبدأي تقطعي التوست على شكل اصابع بالشكل ده كده وفي طبق بقى هتضيفي بالطين وشويه من الحليب وشويه من الفانيليا اي نوع فانيليا سايله او اي نوع من المتاح عندك يعني وهتخلطي كويس الخليط وهتغطي التوست بالشكل ده كده طبعا زي ما قلت لكم تقدروا تحشوا التوست او تدهنوه بمربات او شوكولاتات او المتاح عندكم يعني وهتحمروه في طاسه على نار متوسطه كده بقطعه زبده على الجنبين بالشكل ده كده هتضيفي بقى شوية من السكر معلقة من السكر وشوية من القرفة وشوية من الكاكاو البودر وشوية من جوز الهند المبشور وبعد ما يتحمر هتضيفي التوست بتاعك هتغطيه بالخليط ده وتقدميه تحفة جدا وممكن برضو تدهني بصوص الشوكولاتة وتقدميه تحفة برده جدا وتحلية سريعة معانا هنا بقى الاطراف التوست بتاعتنا إيه هنظبطها كده بالشكل ده كده صينيه فرن وهنفرشها ورقه زبده ونضيف التوست بتاعنا اطراف التوست بتاعنا فيها علشان نستفيد منها وندهنها قطع زبده وندخلها الفرن إيه ربع ساعه كده وبعد كده هنطلعها من الفرن هتبقى إيه مكرمشة كده ونشفة. هنضيف بقى الخليط بتاع السكر وجوز الهند والكاكاو البودر والقرفة زي ما تحب يعني عليها ونخلطها بيها بعد ما تطلع مباشرة من الفرن وبعد كده هتحليها بالحليب المحلى المكثف وتقدميها كنوع من أنواع الحلوى برضو فكرة جميلة جدا وأفكار جميلة إن شاء الله تعجبكم تحفة جدا الأفكار هتعجبكم تابعوا معنا للآخر وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل يوم أفكارنا الجديدة ووصفاتنا السهلة والسريعة معنا فكرة تانية برضو بالأطراف التوست بدل ما نتخلص منها أو نرميها فكرة برضو جميلة زي ما انتم شايفين هتعجبكم بتجيبي الأطراف التوست اللي معاكي برضو تمام وبتقطعيها قطع مربعات كده صغيره هتقطعيها مربعات صغيره بالشكل ده كده دي الفكرة التانية اللي معانا لأطراف التوست برضو برضو هتدينيها قطعة من الزبدة كده الأطراف التوست وتدخليها الفرن معاكي أو القلاية الهوائية أو الفرن بتاعك لمدة مثلا عشر دقايق على درجة حرارة مية وتمانين هتطلع معاكي مكرمشة كده و تمام في طاسه على نار متوسطه هتضيفي معلقتين من السكر ومعلقتين من الميه وتسيبيهم لحد ما يدوبوا بالشكل ده كده زي ما انت شايفه بعد ما يدوبوا تماما هتبداي تنزلي بقطعه من الزبده هتسيح معاهم وبعد كده معلقتين كبار من الحليب هتنزلي بيهم بعد ما الزبده تسيح وتخلطي كويس جدا جدا بالشكل ده كده على نار هاديه كده بعد كده هتنزلي بالتوست المحمر وتخلطيه وتقلبيه في الخليط ده بالشكل ده كده وهيبقى دي برضو وصفة وفكرة جميلة جدا نقدر نستفيد بيها من التوست تحلية سريعة وسهلة وبسيطة يحبوها الاطفال ان شاء الله الفيديو يعجبكم ما تنسوش تدعمونا باللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل يوم افكارنا الجديدة ووصفات السهلة والسريعة واشوفكم في فيديوهات قادمة ان شاء الله